خلينا نروح لواحد من النجوم الحقيقه في مباراه اليوم، عبد الرحمن حميد. ازيك يا حميد؟ والف الف مبروك، وضربتين جزاء صديتهم، انا عديتهم لك، خلي بالك انت صديتهم في وقت صعب جدا جدا جدا، اعاد النادي الاهلي وكسب النادي الاهلي حضرتك وزمايلك يعني. كابتن اسلام، الله يبارك فيك. اول حاجه طبعا برحب بيك. انت حبيبي، انت عارف حبيبي بتقضي للجمهور. الناس مبسوطه جدا بالفوز، لانه الحقيقه الماتش كان سجال. طبعا نادي الزمالك نادي كبير وعريق وعنده لعيبه كبار جدا، ولكن الحقيقه كالعاده استطاع النادي الاهلي في الثلاث سنين الاخيره وللمره الثالثه على التوالي ان يفوز بالسوبر الافريقي ويصعد الى كاس العالم للانديه السوبر جلوب يا كابتن عبد الرحمن. طبعا هي تعتبر اهم بطوله في الموسم عندنا. ايوه. سوبر افريقي بتبقى هي مؤهله لكاس العالم، البطوله الوحيده السنه دي كمان. فالحمد لله ان احنا نقدر ناخدها 3 سنين ورا بعض، ده مكسب كبير قوي لينا، وان شاء الله نحتفل يعني النهارده وبكره، ونبدا بكره على طول ان شاء الله نجهز عشان بكره كاس الكويت. ايوه. عشان احنا خسرناها المره اللي فاتت، وعايزين ان شاء الله نحققها المره دي. بعد البطوله بجد الجمهور الاهلي اللي ما سابناش، اللي هي ظهرنا واللي بنحاول يفرح. انتوا كمان من حقكم تفرحوا، بس زي ما انت قلت هتفرحوا النهارده، ومن بكره هيكون في التركيز في بطوله اخرى. ايوه تمام ان شاء الله، يعني نادي الجمهور ان احنا ننزل اكتر حاجه عندنا، ان احنا ان شاء الله ناخد كاس الكويت والدوري ان شاء الله، يبقى موسم تاريخي لينا وللنادي ان شاء الله. كابتن حميد، المباراه النهارده راحت وجت، وكنا كسبانين في اول المباراه فرق 3-4، وبعد كده الزمالك تقدم، ثم في وسط المباراه الزمالك بقيتوا ماشيين نقطه نقطه وجون جون لغايه اخر المباراه، وضربه الجزاء اللي اتصدت، ثم الفوز على نادي الزمالك بهدفين. اعتقد سيناريو ولا احلى ولا اروع يا كابتن حميد. طبعا زي ما انت كنت سامع ماتش الاهلي والزمالك في الاول وفي الاخر بيبقى ماتش بيتحسن في اخر الدقايق. هم ماتش كان هم مدعمين جايبين محترفين، احنا اعتمدنا على الاستاد المحترف الطويل قوي المحترف بتاعهم وبيشوط كويس. لا المحترف بتاعهم محترف كويس، بس الحمد لله ربنا كان موفق النهارده محمد ابراهيم الحارس قدر ان هو يمنع الخطوط شال كتير وعمل ماتش كبير قوي. وطبعا انا عايز اشكر الفرقه واحد واحد يعني، طبعا عبد الرحمن طه كمان طبعا كلهم رجاله، وفيصل طبعا عمل ماتش كبير قوي، والرجاله كلها والله مصري كلكم كلكم ما ننساش الجون اللي جابه في اخر ثانيه كمان، يعني كلنا الحمد لله دايما بنكمل بعض، فربنا كرم الحمد لله. العلاقه بينكم وبين ديفيد ديفيز النهارده انا شايفه واقف هادي طول المباراه، يعني الراجل ده تحس ان هو واقف هادي هدوء جميل جدا، يعني ما انتوا كلكم جوه الملعب سخنين وهو هادي جدا بره الملعب. لا هو مش هادي خالص والله. انا قلتها عندك السنه اللي فاتت. ايوه هادي خالص، انت ما بتشوفوش حاجه. في الاوضه يعني. لا الاوضه ده بينكم وبين بعض. وفي الملعب بيبقى ممكن يعمل حاجه والله، بس هو طبعا مدرب كبير يعني، مستوى عالي جدا، سيستم بيركز في كل التفاصيل. فلا احنا محظوظين بالجهاز ده، معانا كله فينيو طبعا، ومحمد ابراهيم والنجم وكابتن ابو زيد وكله يعني، وعمرو يوري طبعا الدكتور بيقوم بدور كبير قوي، نظام غذائي ومركب معانا في كل حاجه، يعتبر هو اللي ماسك كل حاجه. نعم. فلا الجهاز كله على مستوى كبير جدا، ويعني احنا كمان كلاعيبه بنادي الجهاز البطوله دي، وبنادي الجمهور، وبنادي كل الاهلاويه. ألف مبروك يا حميد، وننتظر منكم إن شاء الله أول ما ترجعوا إن شاء الله إن شاء الله بالبطولة، تجيبوا لنا البطولتين معاكم وتيجوا نحتفل بيها إن شاء الله على الهواء مع جمهور الأهلي. شكرا يا حميد، ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. شكرا جزيلا للنجم عبد الرحمن حميد.